جوزي كان بالسيارة، راح يودي جماعة من أهلي وكان ولدي معه، وتفجرت فيه السيارة. الحمد لله الله فك لي ولادي، والله اشتهى وخذه، هو الوحيد اللي توفى. يعني توفى ب 2017، كان رايح هو وولادي على أهلي، ايش بدي أسوي؟ حاول ولا قوة إلا بالله، أمر الله وصار. بس إنه يعني ما عرف ضاعت الطاسة وقتها، ما تعرف منو بده فجر منو، وصارت ما أعرف بعد الصكي صارت مأساة كبيرة. يعني يعني ولادي ضلينا لحالنا. كنا ساكنين والحمد لله، يعني كان أوضاعنا تمام، فاضطرينا أن نطلع يعني، لأنه يعني أهلي ما عاد أقدر أقعد لحالي هناك، يعني كل عمامي طلعوا، فما يعني اضطريت أطلع. أنا جوزي متوفي فما ظل عندي حدا، يعني سند ولدي كلهم صغار، فطلعت وأمنت جماعة على البيت وطلعت. فخبروني بعد شي شهرين ثلاث، قالوا إنه المخابرات التركية فاتت على البيت استولت عليه وخذت كل شي بالبيت، حملته بسيارات وخذته، ما خلص شي طبعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا وقت خبروني جيت قاعدة بالمخيم يعني، فما طلع بيدي شي. يعني حاولنا يعني إنه مثلا أهلي يروحون يقول مثلا إنه ليش ما بأي استجابة من هناك، يقول ما نستجر، روح نسأل ونقول. يعني خدم أراضينا، يعني ما خلونا، لا كان بي عندنا مزرعة وعندنا غرازة وعندنا أراضي وعندنا بيت، بس ما ضل شي. حسين قاعدين بالخيم، إحنا هم الولاد وعلى الله.